طيب المشاركة الأولى هي لمواطن يرصد إشارة مرورية غريبة جنوب الرياض، خلنا نشوفها. هذه إشارة ضوئية على طريق الصحراء جهة عكاظ، ما أدري من هي لها الحين، اللي هي هذه هي تبعنا ولا تبع السايد اللي على اليمين المقاول، ما أدري شو ركبها، ما أدري شو كان وضعها ذاك الوقت، صراحة شيء غريب. بدل ما تجي على الوجه اللي واقفين عند الإشارة، لا صايرة